بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب وطالبات المستوى 11. هنبدأ النهاردة في الدرس الثاني، وعنوان الدرس هو الأفلاك المهجنة. كنا عرفنا أن نظرية رابطة التكافؤ بتقول أن ذرة الأفلاز تكون رابطة تساهمية عندما يمتلك أحد أفلاكها إلكترونا منفردا، تمام؟ وهذا يعني أن الذرة في حالة عدم وجود إلكترون منفرد تفقد قدرتها على التفاعل، تمام؟ لكن الكلام ده احنا اكتشفنا انه هو غلط. ليه غلط؟ لان احنا لو خدنا مثال لذرة الكربون، كلكم عارفين الكربون عندها 6 الكترونات، التوزيع الالكتروني بتاعها 1s2 2s2 2p2، ادي كده 6 الكترونات، تمام؟ فاحنا هنا عارفين ان ذرة الكربون عندها 2 الكترونين مفردين في الفلك B، تمام؟ وبالتالي طبعا لنظرية رابطة التكافؤ المفروض ان هي تقدر تعمل رابطتين اتنين فقط، تقدر تعمل رابطتين تساهميتين فقط. لكن اللي احنا بنلاقيه عمليا ان الكربون بتقدر تعمل 4 روابط، وتقدر تكون الميثين، مركب الميثين اللي بتتحد فيه ذرة الكربون مع 4 ذرات من الهيدروجين. طيب ازاي كونت ال4 روابط على الرغم من ان ذرة الكربون لا تملك الا الكترونين مفردين في الفلك الاخير عندها اللي هو 2B؟ هنا نظرية جديدة وضحت لنا ازاي الكربون بتقدر تعمل 4 روابط. النظرية دي تسمى نظرية الافلاك المهجنة. طب ازاي بتتم عملية تهجين الافلاك؟ طبعا كلمة تهجين يعني بنجيب شيئين مختلفين وبنحاول ندمجهم مع بعض علشان ينتج لنا شيء جديد، تمام؟ فمعنى كلمة تهجين الأفلاك يعني احنا هنجيب أفلاك مختلفة وندمجهم مع بعض لإنتاج أفلاك جديدة، تمام؟ كلنا عارفين ان الترتيب الإلكتروني لذرة الكربون 1s2 2s2 2p2، وفي المستوى الأخير اللي هو المستوى الثاني اللي موجود فيه الفلك S2S، اللي موجود فيه الفلك 2S، وموجود فيه الفلك 2B. فالفلك 2B مكون من 2BX 2BY 2BZ، بنرسمهم 3 أماكن، تمام؟ الفلك 2S موجود فيه إلكترونين، والفلك 2B موجود فيه إلكترونين، ففي مكان فارغ هو 2BZ، تمام؟ احنا عارفين ان صحيح ال 2S وال 2B موجودين في نفس المستوى 2، لكن احنا بنملى ال S الاول بالالكترونات قبل ما نملى ال B، لان ال S طاقتها اقل قليلا من طاقة ال B، تمام؟ اللي بيحصل ايه في نظرية تهجين الافلاك؟ ان احنا بنلاقي ان لو الكترون انتقل زي الرسمة اللي على اليسار، لو الكترون انتقل من ال 2S وراح للمكان الفارغ، الكترون واحد بس انتقل وراح للمكان الفارغ اللي في 2B، تمام؟ هيصبح عندنا 4 الكترونات مفردة. لكن بعد عملية التهجين، ازاي عملية التهجين؟ ان ال S وال B اصبح لهم نفس طاقة، تمام؟ وانتجوا افلاك جديدة اسمها SB3، لانها مكونة من تداخل ال S مع 3 من ال B، فاصبح عندنا 4 افلاك جديدة اسم كل واحد منهم هو SB3، تمام؟ وكل واحد منهم يمتلك الكترون واحد مفرد. طالما كل واحد فيه الكترون واحد مفرد، يبقى كل واحد منهم يقدر يعمل رابطة تساهمية، وده تفسير قدرة الكربون على تكوين 4 روابط تساهمية حواليها، وانها بتقدر ترتبط ب4 ذرات من الهيدروجين، لانها قامت بعملية تهجين بين الفلك S وبين ال3 افلاك B، وانتجت 4 افلاك جديدة اسمهم SB3، فقدرت تكون 4 روابط تساهمية. طيب هل دايما التهجين بيكون عن طريق دمج فلك S مع 3 افلاك B وانتاج SB3؟ لا، في نماذج للتهجين. اول نوع اللي احنا لسه واخدينه حالا اللي بيحصل في مركب الميثين اللي هو CH4، تمام؟ كربون ومعها 4 من الهيدروجين. ده نوع التهجين فيه SB3، وشرحنا ازاي تم تكوين 4 روابط تساهمية، بان احنا وفرنا
أربع إلكترونات مفردة. تمام، يبقى النوع الأول من التهجين عندنا هو تهجين sp3، والمثال عليه كان الميثين اللي هو CH4. تمام، وقلنا إن الكربون عشان تقدر تتحد بأربع ذرات هيدروجين لازم الأول يحصل للكربون تهجين sp3. فبعد ما بيحصل تهجين sp3 يصبح شكل الأفلاك الخاصة بالكربون زي الموضح أمامكم على الشاشة. تمام، أربع أفلاك مهجنة كل منها اسمها sp3. تمام، الزاوية بين كل فلك والآخر 109.5 درجة. رؤوس الأفلاك دي بتشير إلى قمم رباعي السطوح اللي هو الهرم الرباعي، رباعي السطوح اللي هو الهرم الرباعي رباعي الأوجه. يعني لو رسمنا هنا أحد الأوجه، أدي مثلث اللي في اتجاهنا مباشرة. تمام، وهيكون في مثلث جانبي، مثلث آخر من الجهة الأخرى، ومثلث في القاعدة. تمام، فده هرم رباعي الأوجه. تمام، أدي الأربع أفلاك sp3. تمام، بعد ما حصل التهجين اصبح عند الكربون قدرة انها تتحد مع اربع ذرات من الهيدروجين. طب احنا عارفين ان الهيدروجين ما عندوش غير الكترون واحد. تمام، بيوجد فين؟ في 1s1، بيوجد في الفلك 1s1. فكل هيدروجينة عندها 1s وشكله كرة، هيبتدي يتحد كل فلك من افلاك الهيدروجين مع فلك من الـ sp3 لتكوين أربع روابط سيجما. تمام، فيبتدي يكون لنا غاز الميثين اللي هو CH4. تمام، دي صورة أوضح عشان تقدروا تشوفوا بيها. أدي أربع أفلاك sp3 الخاصة بالكربون. تمام، وكل واحد فيهم اتحد مع 1s الخاص بالهيدروجين. تمام، فتكونت رابطة سيجما اللي احنا قلنا بنرمز لها بالرمز السيجما من اتحاد الفلكين sp3 و1s. تمام، وطبعا الالكترونات دي بتشير الى تكون الرابطة. تمام، طيب ايه نوع التهجين التاني؟ نوع التهجين التاني هو sp2. من اسمه انتوا اكيد استنتجتوا نوع الافلاك اللي هتندمج مع بعضها، اكيد فلك واحد من S واثنين فلك من البي، وهو ده اللي هيحصل فعلا. اللي هيحصل ان احنا عارفين كالمعتاد ان الكربون في الحالة الغير مهجنة يكون فيه الكترونين في الفلك 2S والكترونين في الفلك 2B. يعني هينتقل ايضا الكترون من الS للمكان الفاضي، ولكن الفلك S واثنين من الفلك B، B X مثلا و B Y، دول هيتم تهجينهم، هيندمجوا مع بعض لتكوين sp2. هيتبقى عندنا BZ غير مهجن. تمام، طب ازاي الروابط هتتكون في الحالة دي؟ sp2 هيكون الروابط سيجما، هما تلات افلاك صح؟ هيكونوا ثلاث روابط سيجما، رابطة بين الكربون والهيدروجين، رابطة بين الكربون والهيدروجين الأخرى، رابطة بين الكربون والكربون. أدي ثلاث روابط سيجما. أمال الفلك بي زد غير المهجن ده هيعمل إيه؟ هيكون رابطة من نوع جديد هي اسمها باي. فيبقى الرابطة هنا الثنائية بين الكربون والكربون الأخرى واحدة فيهم سيجما والأخرى باي. منين جت الرابطة باي دي؟ من خلال تداخل الفلك بي زد بشكل جانبي مع الفلك بي زد الاخر. هنشوف دلوقتي صورة توضح لنا ازاي بيتم التداخل ده. ادي ذرة الكربون الاولى، وادي ذرة الكربون الثانية، ادي ثلاث افلاك sp2 اللي نتجوا من تداخل واحد من الاس مع اثنين من البي، يبقوا ثلاثة، ثلاث افلاك sp2. تمام، كل واحدة فيهم كونت رابطة سيجما هنا
الكربون مع الهيدروجين مع ال 1s بتاع الهيدروجين كون رابطة سيجما، ال sp2 مع ال 1s بتاع كونوا رابطة سيجما، ال sp2 بتاع الكربونة الأولى مع ال sp2 بتاع الكربونة التانية تدخلوا مع بعض وكونوا رابطة سيجما. احنا خدناها سهم هنا عشان نشاور عليها ان دي سيجما، تمام. نفس الكلام بالنسبة للكربونة التانية، تمام. sp2 مع 1s من الهيدروجين كونوا رابطة سيجما، و sp2 مع 1s من الهيدروجين كونوا الرابطة سيجما. ده بقى هو البي زد اللي كان غير مهجن، تمام، الخاص بالكربونة الأولى. وده كمان اللي زي كومترتين متقابلتين بالرأس زي ما وصفنا في الدرس الأول، ده بي زد غير المهجن الخاص بالكربونة التانية. يحصل ما بينهم تداخل جانبي زي ما خدنا في الدرس اللي فات بالظبط عشان يكونوا الرابطة باي. الرابطة باي هي بتبقى مكونة من جزئين لان هي اصلا شكلها جزئين زي حبتين الكمثرى، تمام. فالجزء اللي فوق والجزء اللي تحت ده هو رابطة واحدة فقط، هي الرابطة باي، هي شكلها عبارة عن جزئين. الرابطة سيجما شكلها مختلف عنها، تمام. فهمنا خلاص ازاي بيتم التهجين sp2؟ طبعا المثال اللي بيتم فيه تهجين sp2 هو الايثاين C2H4، تمام. طبعا بنرسم روابط سيجما عادي، خط عادي، والرابطة باي بتكون خط اضافي فوق الرابطة سيجما، تمام. والرابطة باي هتتكون بين ذرتي الكربون، وشوفنا نوع التداخل الجانبي للبي زد علشان يكون الرابطة باي، تمام. يبقى هنا بيأكد على ان لتكوين الرابطة الثنائية اللي هي هتكون باي يقترب الفلكان بكل واحد من الاخر جنبا الى جنب عشان يحصل تداخل جانبي، تتركز فيها السحابة الالكترونية اعلى واسفل محور الكربون كربون. وشوفنا فعلا ده اللي بيحصل لان شكل الفلك هو عبارة عن جزئين زي حبتين الكمثرى زي ما قلنا في الدرس الاول. فلما بيحصل تداخل جانبي بيحصل تداخل بين الجزئين العلويين والجزئين السفليين، فبيكون شكل الرابطة الثنائية شكل الرابطة باي مكونة من جزئين، جزء أعلى الرابطة سيجما اللي بين الاتنين كربون وجزء أسفل. طبعا الزوايا بين الروابط هنا 120 درجة، تمام. طبعا ده شكل توضيحي آخر هنا بيوضح الروابط سيجما اللي بتتكون ما بين الكربون وكل هيدروجين، والرابطة سيجما اللي بتتكون ما بين الكربون والكربون الأخرى، وبيوضح شكل الفلك بي زد اللي بيعمل تداخل جانبي مع البي زد الخاص بالكربونة الأخرى علشان يكون الرابطة باي المكونة من جزئين، تمام. ثالث نوع من التهجين هو التهجين اس بي، وطبعا برضو أكيد من اسمه عرفتوا ازاي هيتم، أكيد في تداخل هيحصل بين الفلك اس وواحد فقط من الفلك بي، تمام. وده فعلا اللي بيحصل، تمام. بعد ما بينتقل الالكترون كالمعتاد بيحصل تداخل بين الفلك اس وفلك واحد فقط من البي، تمام، فينتج لنا اس بي مهجن، تمام. يتبقى مين عندنا؟ يتبقى اتنين من البي غير مهجن، بي واي وبي زد، تمام. هيحصل ايه؟ الاس بي يقدر يكون روابط سيجما، اس بي يبقى هيكون رابطتين عشان هما الكترونين، واحد من عند الاس واحد من عند البي، هيكون رابطه سيجما بين الكربون والهيدروجين ورابطه سيجما اخرى بين الكربون والكربون، تمام. امال ايه الرابطتين اللي فوق واللي تحت دي؟ الرابطتين اللي فوق واللي تحت دي دول رابطتين جداد كل واحده فيهم عباره عن رابطه باي، تمام. يعني البي واي غير المهجن بتاع الكربون الاولى هيتداخل مع البي واي بتاع الكربون الثانيه ويكونوا تداخل جانبي لعمل رابطه باي واحده مكونه من جزئين، جزء علوي وجزء سفلي. نفس الشيء هيعمله الفلك بي زد، بي زد للكربون الاولى هيتداخل تداخل جانبي مع بي زد للكربون الثانيه ويكون رابطه باي ثانيه مكونه هي كمان من جزئين، تمام. هنشوف الشكل علشان يكون الكلام واضح. ادي الكربون الاولى وادي الكربون الثانية، تمام.
ده الفلك المهجن اس بي، تمام، عمل تداخل مع الوان اس بتاعت الهيدروجين عشان يكون رابطة سيجما، تمام. نفس الكلام الكربونة التانية الاس بي عمل تداخل مع الوان اس، بعدين الاس بي الاخر للكربون تداخل مع الاس بي للكربون الاخرى لتكوين رابطة سيجما، تمام. بعدين الفلك بي واي الخاص بالكربون الاولى عمل تداخل جانبي مع البي واي الخاص بالكربون الثانية، تمام، فعمل هنا الرابطة اللي عملناها بالسهم الاحمر، الرابطة باي الاولى، تمام. طب الفلك بي زد عمل تداخل جانبي مع بي زد الخاص بالكربون الثانية فكون الرابطة باي الثانية. الرابطة باي الاولى هي جزئين، عملنا سهم احمر فوق وسهم احمر تحت عشان هي جزئين، وكمان الرابطة باي الثانية هي رابطة واحدة لكن مكونة من جزئين، تمام. طبعا الزوايا بين الروابط بين الرابطة سيجما دي والرابطة سيجما دي الزاوية دي كلها 180 درجة. ده شكل توضيحي يؤكد الكلام اللي احنا لسه قايلينه. ادي الكربون عملت رابطة سيجما مع الهيدروجين عن طريق تداخل اس بي الخاص بالكربون مع 1 اس الخاص بالهيدروجين، وعملت رابطة سيجما بينها وبين الكربون الاخر عن طريق تداخل اس بي للكربون الاولى مع اس بي للكربون الثانية، تمام. والكربونة الثانية عملت رابطة سيجما مع الهيدروجين عن طريق تداخل اس بي الخاص بيها مع 1 اس الخاص بالهيدروجين، فدي روابط سيجما. روابط باي اتكونت ازاي؟ تداخل جانبي بين ال 2 بي زد للكربون الاولى مع 2 بي زد للكربون الثانية، طبعا مكون من جزئين، جزء علوي وجزء سفلي، وتداخل جانبي لل بي واي من الكربون الاولى مع البي واي من الكربون الثانية، طبعا برضو جزء علوي وجزء سفلي حوالين الرابطة سيجما. فلما يتجمعوا كلهم مع بعض بيكون ده الشكل النهائي للمركب اللي بالبنفسجي الغامق. دي روابط سيجما ومحيط بيها الروابط بتاعت باي من الاعلى ومن الاسفل، تمام. وطبعا مثال على التهجين اس بي هو الايثاين اللي بيكون رمزه C2H2، تمام. في مثال، المثال ده هو مركب البنزين، والبنزين بيتكون من 6 من الكربونز رمزه هو C6H6، تمام. المركب ده حلقي وطبعا شكله سداسي لانه مكون من 6 من الكربون زي ما هتشوفوا تحت في الرسمة. ده شكله بيكون موجود فيه روابط ثنائية وأحادية بالتبادل، يعني رابطة ثنائية بعدين رابطة أحادية بعدين ثنائية أحادية ثنائية أحادية، تمام، والشكل سداسي. الروابط الأحادية اللي هي روابط سيجما بتكون روابط قوية، تمام. والروابط باي بتتكون عن طريق تداخل الأفلاك الخاصة بالبي زد لكل كربونة، لأن طبعا كل كربونة هنا عندها بي زد غير مهجن، بيقدر يعمل تداخل مع البي زد المجاور للكربونه اللي جنبيه، واللي جنبيه يعمل تداخل مع اللي جنبيه، وهكذا لحد ما يصبح شكل الرابطه باي كانها حلقتين اعلى واسفل الحلقه السداسيه، تمام. فبنرسم المركب على شكل سداسي وجواه دايره. طبعا الروابط الثنائيه والاحاديه للمركب نقدر نرسمها ثنائي احادي ثنائي وهكذا، او احادي ثنائي احادي وهكذا، تمام، بالتبادل. هنحل اسئله ان شاء الله على الدرسين اللي اخدناهم.